رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اهلا بكم باشمهندسينا الكرام. النهارده هنكمل سلسله التنسيق ما بين المهندس الكهرباء وبقيه الاقسام، معماري ومدني وميكانيك. تمام، هنتكلم النهارده عن البانل بورد الجزء الاول. خلينا نعرف ايه اهم حاجه انا بحتك فيها مع بقيه الاقسام، تمام، بخصوص تركيب البانل بوردس. تمام، انتظرونا الى اخر الفيديو. بكم مرة تانية. دلوقتي هنتكلم عن البانل بوردز، اللوحات، اللوحة الكهربية، اللوحة ال LV أو اللوحة ال LC. خلينا نبتدي باللوحة ال LV زي ما هو موضح عندنا في الفيديو. اللوحة ال LV دي يا جماعة، تمام، لازم أكون عارف أول حاجة خالص هي هتتركب فين، اندور ولا أوت دور. اندور يعني بداخل المبنى، تمام، أوت دور خارج المبنى. طب أنا محتاج أعرف الموضوع المعلومة دي ليه؟ عشان خاطر الاي بي اللي انا هجيبه، درجة الحماية، هو بيتكلم درجة الحماية او الاي بي شرحناه قبل كده، وهو بيتكون من رقمين، الرقم الاول للسوليد والرقم التالي للليكويد، حمايته من الامطار وحمايته من الاتربة، تمام، وما الى ذلك. فانا محتاج ان انا اكون عارف اللوحة بتاعتي اللوكيشن بتاعها داخل ام خارج المبنى، وبناء عليه بختار درجة الاي بي. كل ما بيعلى كل ما درجة الحماية بتاعته بتكبر. طيب دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية ألا وهي الفاينل فلور ليفل، الـ FFL. أنا بحط اللوحة بتاعتي على الشرب أو على الليفل بتاعي اللي هو إيه؟ طيب أنا لو أنا داخل المبنى الإندور، تمام؟ فأنا قدامي إن أنا يا إما هحطه على خرسانة السلابة بتاعتي مباشرة، هحطه مباشرة الليفل بتاعي هو السلابة بتاعتي الخرسانية، أو هصرمك هحط سيراميك أو رخام فوق السلابة، وبالتالي هيبقى الليفل بتاعي من الرخام وليس من السلابة. إحنا عندنا هنا في الموقع أدي السلابة بتاعتنا، دهنتها بمادة إيبوكسي، تمام، يعني هي دي السقف بتاعنا أو السلابة بتاعتنا، ومجرد مادة إيبوكسي نص ملي أو حاجة، فمش رقم مهم بالنسبة لي، تمام. فانا خدت الفاينل فلور بتاعي من السلابه بتاعتي. طيب باخد الشرب بتاعي اما من اول اللوحه او من اول اللوحه من فوق او من تحت اللوحه من تحت. طيب اللي بيحدد لي الكلام ده ايه هو الشوب درونج. ممكن تلاقي لوحه بيقول لك لا من اسفل، ممكن شوب درونج يقول لك لا انت بتاخد الشرب بتاعك من اعلى اللوحه. فده اللي بيحدده لي هو الشوب درونج الخاص بالمشروع اللي انا شغال فيه. طيب على عكس ايه؟ على عكس الباك بوكس. لو انتوا اتفرجتوا على فيديوهات الدق والتركيب او الباك بوكس بتاعنا لما كنا في المشروع السكني، كنا بنتكلم ان الباك بوكس ده انا باخد الليفل بتاعه من السنتر وليس من اسفل، من السنتر او من الاسفل وليس من ايه؟ من الاعلى، تمام؟ كل الموضوع ده اللي بيحسمه هو الشوب دروينج بتاعي. فانا دلوقتي الليفل بتاعي، تمام، من سلابه، السلابه دي مدنيه، ولا الليفل بتاعي من سيراميك او رخام، والرخام دون معماري، تمام. فلازم نكون عارفين النقاط دي. دون لو انا هعمله اندور. طب انا لو انا عملته اوت دور خارج المبنى هيبقى عندي نوعين. هيبقى عندي انا دلوقتي هاخد من ايه؟ هاخد من الرصيف او الانترلوك على حسب مكان اللوحه فين. لو اللوحه بتاعتي في مدخل العماره، تمام، فانا الارضيه بتاعتي او الفاينل الفلور بتاعي هو الانترلوك، فالارتفاع الانترلوك ده بيبقى طبقا للرصيف، طبقا للاسفلت او الرصيف، وده بيبقى الليفل بتاعه مع المهندس المعماري. كذلك لو انا هعمل الولاعه او اللوحه المسؤوله عن تغذيه اعمده الاناره او اللاندسكيب الخارجي، تمام. طب اللوحه دي الولاعه دي الليفل بتاعها طبعا لو هي في جنينه، جزيره في جنينه، او في ممر مشاه، تمام، فانا لازم اكون عارف الليفل بتاعي، هل هو ليفل خرساني ولا انترلوك ولا ايه، مع مين؟ مع المهندس المدني ولا المهندس المعماري، عشان اقدر اسقط اللوحه بتاعتي على ارتفاع مناسب، ما ركبش والاقي في اختلاف في الليفل يعمل لي اي مشاكل، تمام. يبقى احنا كده خلصنا النقطة الأولى والثانية. خلينا ننتقل إلى النقطة الثالثة. ننتقل دلوقتي إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة دي عبارة عن إيه؟ طريقة تثبيت البانل بورد بتاعتي أو اللوحة الكهربية بتاعتي، تمام. أنا عندي نوعين من طريقة التثبيت. الطريقة الأولانية اللي هي الإمبيدد، والطريقة الثانية اللي هي إكسبوز. إمبيدد دي يعني مدفونة في الحائط،
اكسبوز يعني خارج الحائط. طيب خلينا نبتدي اولا بالطريقه الامبيدد. الامبيدد ورك او الامبيدد بانل بورد دي بتبقى عباره عن ان انا لازم اكون عارف الثيكنس بتاع الحيطه. طيب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان هو ما يتعرضش ثيكنس الحيطه مع الثيكنس اللوحه بتاعتي، عمق اللوحه بتاعتي. تمام، انا عندي اللوحه بتتعرف بثلاث ابعاد: طول، عرض، ثيكنس، سمك. تمام، الثلاث ابعاد دول اللي هم اكس وواي وزد، الثلاث ابعاد دول تمام يهمني بعد الثيكنس او السمك او البعد رقم زد عشان اقدر اعرف المكان او طبيعه الشيء اللي هتبات فيه، اللي هتبقى امبيدد. تمام، مدفونه، امبيدد يعني مدفون بداخل الحيطه. طيب انا دلوقتي انا عندي طوب، الطوب المستخدم دون، الحائط المستخدم دون عباره عن طوب، والطوب المستخدم دون بيختلف من مكان الى اخر. لو انا شغال في مشروع سكني، عاده احنا عندنا هنا في مصر الطوب الاحمر اللي هو الثيكنس بتاعه 8 سنتي. لو انا شغال في مشروع كبير شويه كومباوند او حاجه، بيبقى الطوب الاسمنتي الكبير تمام المفرغ، وفي طوب اسمنتي مصمت 7 سنتي. تمام، في طوب اسمنتي كبير 7 سنتي او 9 سنتي، في طوب اسمنتي كبير وبيبقى مفرغ وبيوصل الثيكنس بتاعه ال 20 سنتي تمام او 10 سنتي، على حسب المنطقه اللي انت فيها، وبتختلف من دوله الى دوله طريقه الثيكنس بتاع اللي بتستخدم في الحائط. فانا دلوقتي لازم مين اللي هيديني المعلومه دي؟ المهندس المعماري. تمام، طب الثيكنس دون اختلف هيأثر على اللوحه بتاعتي، لان اللوحه لو مدفونه لازم تكون ايه؟ وش اللوحه على وش المحاره. لازم بظبط الحيطه، بدفن اللوحه في الحيطه وبظبط وشها على المحاره. تمام، ولو في فوق المحاره سيراميك او رخام برضو لازم اكون مظبط ميه الليفل بتاعه. مين اللي هيعمل لي الكلام دون؟ المهندس المعماري. المهندس المعماري المفروض ان هو عامل لي بؤج ومحدد لي ان المفروض ارتفاع من فوق البؤجه دون الجزء بتاع السكنس بتاع الرخام او السيراميك هيبقى قد ايه. فانا لازم بكون مظبط الوش النهائي للوحه بناء على ذلك. عندنا فيديو جميل جدا لموقف مرينا بيه سابقا في احد الاعمال الكهربيه، ان لقينا لوحه كانت مدفونه، ولما لقينا حيطه اتبنت، ولما جينا نعمل اللوحه نركب اللوحه لقينا السكنس اصغر. خلينا نشوف عرفنا نحلها ازاي. تواصلنا مع المهندس المعماري، تمام، كان الامر خرج من ايده. رجعنا تواصلنا مع المهندس المدني اللي اسس الكمر اللي بيركب عليه العمود، اللي بيركب عليه الحائط، عفوا الحائط المعماري، والمهندس المدني اللي حلها. خلينا نشوف حلها ازاي، ويعني تفاصيل الموقف ده تم ازاي في فيديو قادم ان شاء الله، عشان ما نطولش عليكم في الفيديو ده. طيب واللينك الفيديو هتلاقوه اعلى الشاشه. طيب خلينا نرجع لكلامنا. يبقى انا دلوقتي ظبطت الوزن بتاع اللوحه بتاعتي، وعرفت نوع الطوبه والسكنس بتاعها، واللي فوق الطوبه او الحائط هيبقى سمكه قد ايه، الطبيعه بتاعته هتبقى محاره بس، محاره وسيراميك، محاره ورخام. تمام، رقم ثلاثة الا وهو ان احنا لازم نكون عارفين ان الحائط المدني ما بين قوسين اللي هو زي المبنى عندنا هنا دون، الحائط المدني بيبقى مفيش فيه اعمال امبيدد، بتبقى اعمال البني البورد اكسبوز. تمام، لان الحائط المدني ده كله اسياخ حديد، عمود بس عريض شويه وكله اسياخ حديد، مش هينفع اكسر فيه. تمام، فخلينا متفقين على ان الامبيدد بيبقى في الطوب وليس في الحائط الخرساني. تمام، اعمال الامبيدد البني الورد. ننتقل دلوقتي الى جزئيه الاكسبوز. احنا قلنا طريقه التثبيت امبيدد واكسبوز. طيب طريقه الاكسبوز، الاكسبوز دي يعني هي خارج الحائط. طب انا دلوقتي عندي حائط، تمام، هركب فيه البانل بورد، لازم اكون عارف ايه هثبته ازاي. هل البانل بورد ده كبير ولا صغير؟ كبير ولا صغير؟ ليه؟ لان انا لو هو البانل بورد صغير بالشكل دون، عاده لازم في كلا الاحوال ان انا برفع البانل بورد بتاعي على مستوى يناسب الصيانه، المينتنس ان ذا فيوتشر. تمام، ما كانش البانل بورد ما ينفعش يبقى تحت، لازم يبقى فوق في مستوى يد العامل. تمام، اللي هو بنتكلم في رينج من 170 ل 180 سم. احنا عاملين هنا الارتفاع بتاع البانل بورد على ارتفاع 180 سم. طيب ايه الحاجات اللي لازم اكون مهتم بيها؟ طريقه التثبيت بتاعتي هثبتها مباشره على الحائط
بثبت البان البورد مباشره على الحائط زي ما هو معمول على ارض الواقع عندنا هنا، ولا هثبته على الارض؟ عندنا نوع تاني على الارض، انا عندي بان البورد كبيره جدا، بان البورد كبيره جدا تمام. فانا دلوقتي البان البورد الكبيره جدا هرفعها فين فوق؟ احنا بنقول الليفل بتاعها يكون 180 سم من فوق، هرفعها فوق اكتر من كده فين؟ هي بالنسبه لي كده في وضعها، هي 2 متر بالنسبه لي في وضعها كده مناسبه، ومش هضطر ان انا ارفعها لفوق تمام. كل ما في الامر ان انا لازم اكون عارف طريقه التثبيت بتاعتها، ثبتها في الحيطه تمام مباشره، زائد ان انا هعمل لها استند من تحت، هركب لها استند من تحت. ليه اركب لها؟ ده سيفتي بروتكشن، لا قدر الله حصل حريق او حصل لا قدر الله حصل حريق او حصل اي حاجه، فانا عندي الميه تمام، الميه بتاع ممكن تسرب ميه او حاجه، هعرض اللوحه بتاعتي لميه تمام، والبروتكشن بتاعها هيتعرض لخطر تمام. احنا عاملين اي بي نوعا ما كويس، لكن برضو من لازم نرفع الستاند او اللوحه بتاعتي. طيب ايه تاني طريقه تثبيت؟ ممكن اثبتها بسيت شانل تمام، على حسب وصف الاستشاري بتاعي. طب انا يهمني ايه اولا واخيرا؟ يهمني ان الكابلات وهي اكسبوز تكون داخله للوحه مظبوطه، ما يكونش فيها الانحناء بتاعها اعلى من المطلوب او اعلى من المسموح به تمام. ليه بقى؟ عشان ما نأثرش بالمشكله دي على مشكله ثانيه. فانا دلوقتي طريقه دخول الكابلات للوحه اما من الاعلى واما من الاسفل على حسب الشوب درونج بتاعي تمام. يعني احنا عندنا هنا ادي كيبل تري المفروض هينزل، وادي شكل الكيبل تري اللي بيقول ان انا هاخد الانبوت او الاوتبوت من الاسفل، الانبوت هيبقى من فوق والاوتبوت من الاسفل عن طريق الكيبل تري. الكيبل تري لازم نكون مظبطينه، الكيبل تري لازم نكون مظبطينه ان هو يكون نازل في سنتر اللوحه، في سنتر اللوحه ما يكونش على جانبي اللوحه، ده الدخول الصحيح للكيبل تري. والكابلات لازم نكون محافظين على نسبه البندنج بتاعها عشان ما نخشش في مشاكل اخرى في الانحناء الكابلات وتسليم الوايرز مع الاستشاري تمام. طيب في نقطة مهمة لازم نوضحها، ألا وهي الـ MDB أو لوحة المين ديستريبيوشن بورد في غرفة في الغرفة الرئيسية لللو فولت أو للميديوم فولت. لازم نكون عارفين إن في المنطقة دي بنركب اللوحة في بتبقى فوقيها ترنشات تمام، ترنشات ماسكة الأوضة من الترانسفورمر للار ام يو للام دي بي أو العكس. كل دون بنعمله لازم نكون عارفين نقطة مهمة جدا، الـ MDB دي يعني لو تحتيها ترنش فأنا لازم بعمل مسافة ما بين الحيطة اللي مثبتة عليها الـ MDB والترنش. المسافة دي بعملها أقل شيء طبقا للكود تمام أو الشركة القابضة المصرية أقل شيء 15 سنتي، وهو ده العرض اللي يقدر يقف عليه قدم فني الصيانة. 15 سنتي اقل حاجه، ما ينفعش اخلي الترنش في الحيطه كامله وانا عندي لوحات ام دي بي او صب لوحات صب او مين حوالين الترنش. لازم ناخد بالنا من النقطه دي ان المنطقه اللي اسفل اللوحه ما تكونش الترنش منها للحيطه على طول، لا ده هو بيسيب مسافه يقدر الفني يحط ايه رجله ويقدر يصين اللوحه بطريقه امنه وسلسه. شكرا. طيب اخر حاجه نحب نوضحها في الاكسبوز، لازم نكون مراعيين سلامه الاعمال بتاعتنا، لازم اكون منسق مع بقيه الاقسام. انا عندي دلوقتي عندي دهان شغل التشطيبات دون المسؤول عنه المهندس المعماري. طب انا التشطيبات دي تمام لازم اكون عندي عارف العامل هيخش امتى وهيخرج امتى هيخلص امتى، عشان لما اجي اثبت اللوحه بتاعتي مفيش عصايه القده ولا اي معدات خاصه بالعمال تكسر او تجرح البانل بورد بتاعتي. ليه؟ لان اقل خطه فيها هتضيع او هتبوظ الجلفنه بتاعتها، يبقى انا كده دخلت نفسي في مشاكل لا في غنى عنها، الا وهي الحفاظ وسلامه الاعمال بتاعتي. فلازم بكون منسق مع المهندس المعماري جيدا في اي حاجه تخص دخول وخروج العمال والتوقيت اللي انا بركب فيه اللوحه تمام. طيب اللوحه من الداخل، ده شكل اللوحه،
كلها بنحافظ على الجلفانة بتاعتها زي ما هو واضح، مفيش أي أعمال خدش فيها، لا جانبية من الخارج ولا داخلية من الداخل، تمام؟ سواء في الباب أو في اللوحة، تمام؟ جميع المكونات الكومبوننت بتاعتي، السيركت بريكر، اللمبات البيان، القاطع الرئيسي، باب اللوحة، الكتالوج بتاعي محافظ عليه، ما تعرضش لأي عمليات سرقة أو أي حاجة، لأن المشروع في النهاية الحاجات الصغيرة بتبقى فيه مكلفة وبتبقى يسهل سرقتها، فإحنا لازم نكون مراعيين الحاجات دي ومحافظين على اللوحة بتاعتنا من أي أعمال سرقة، والكومبوننت بتاعتها سليم ماشي، مفيش فيه أي تجريح أو خبط، وهكذا. وده الشكل النهائي في اللوحة. شكرا جزيلا لحسن سماعكم، كونكم ان انتم معانا لاخر الفيديو ده، وان ده معناه ان الفيديو قدم محتوى هادف ليكم. يا رب لو انتم وجدتوه حلو تقيموه لنا تحت، ان كان في حاجه ايجابيه قولوها لنا، وان كان في حاجه سلبيه عرفوها لنا عشان نتفاداها فيما بعد. نسالكم حسن الدعاء، يا رب يكون دون في ميزان حسناتنا. شكرا جزيلا على كل حال، يا رب دائما نقدر نستمر معاكم ونقدم لكم كل ما هو افضل، بنحاول نطور من نفسنا عشان أنفسنا وعشانكم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. ده كل كلامنا الخاص بالبانل بورد إن شاء الله، وما تنسوش إن الفيديو القادم هنوريكم المشكلة العملية، زي ما قلنا في بداية الفيديو هنوريكم مشكلة عملية مرينا بيها في أرض الواقع في عرض اللوحة، وإزاي إن احنا ظبطناه طبقا للمقايسة وطبقا للتفاصيل اللي في السايت، تمام؟ والشوب دروينج كذلك، ازاي حلينا المشكلة دي. انتظروا الفيديو القادم، هتلاقوه في اعلى الشاشة او على جانبي الشاشة، تمام؟ شكرا جزيلا لكم. هذا انا احمد محمد مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. المهندس احمد مجاهد.